وينضم الينا من نيويورك المحلل السياسي الاستاذ احمد فتحي. مرحبا بك استاذ احمد. اذا مصر تنتخب اول رئيس ما بعد الثوره، هل نحن اهلا بك. هل هي خطوه نحو الجمهوريه الثانيه بنظرك؟ ما يحدث اليوم في مصر وما سيحدث غدا هو بكل تأكيد نقلة نوعية في الحياة السياسية المصرية، وهي جزء من مرحلة التحول الديمقراطي الذي حدث بعد خلع حسني مبارك في 11 فبراير 2011. ولكن العملية ليست كلها يعني مزدهرة وكل شيء على ما يرام. يوجد الكثير من المشاكل التي سوف تنفجر في مرحلة لاحقة، ونذكر على سبيل المثال للحصر عدم دستورية ترشيح أحمد شفيق رئيس وزراء مصر، آخر رئيس وزراء خدم مع حسني مبارك، لأنه يوجد طعن على دستورية هذا الترشيح طبقا لقانون العزل السياسي الذي صدر من البرلمان. هذه نقطة. المرشحين الآخرين كلهم بلا استثناء 13 مرشح يوجد لديهم مخالفات في كسر الصمت الانتخابي، يوجد لديهم مخالفات مالية في التمويل ومصادره، يوجد لديهم مخالفات في الحد الأقصى للإنفاق الذي كان يستطيع أن ينفقوه على حملاتهم الانتخابية. فبغض النظر عن من سيفوز في الانتخابات، فهذا الرئيس القادم سيواجه بكم مهول من الدعاوى القانونية. هذا في الجزء الأول. الجزء الثاني، هل تقصد من كلامك الرئيس الذي ينتخبه المصريين اليوم، هل تقصد هنا بأن هذه الانتخابات غير شرعية؟ أنا لم أقول أنها غير شرعية، يعني ولكن سيتم الطعن على دستورية ترشيح أحد بكل تأكيد، لكن هذا متروك للقضاء المصري أن يحكم فيه. أنا لست بقاضي، ولكن من الناحية القانونية يوجد مخالفات ارتكبها جميع المرشحين، ويوجد عدم دستورية مخالفة لقانون العزل السياسي. ولكن كما ذكرت الأستاذة أمل حناوي من القاهرة أن لجنة الانتخابات الرئاسية محصنة بالمادة 28 من الإعلان الدستوري التي تمنع أي طعن قانوني على إجراءاتها، فتستطيع هذه اللجنة أن تأتي بمرشح لم يكن حتى موجودا وتنصبه رئيسا للجمهورية. هذه هي قمة المهزلة في الدراما المصرية التي نعيشها حاليا. لكن رغم كل هذه الخروقات، يعني الإقبال كان كثيفا على صناديق الاقتراع كما تابعت وشاهدت، إلى أي حد سيعزز نجاح هذه الانتخابات بموقف العسكر داخليا وخارجيا أيضا؟ بكل تأكيد الإقبال مهول من المصريين. يجب أن نعي أنها أول مرة في تاريخ مصر منذ 7000 عام أن يستفد أو يسأل الشعب المصري عن من تريده أن يحكمك ل4 سنوات القادمة. هذه لم تحدث لا في عهد الفراعنة ولا في عهد الاستعمار العربي والخلافات الإسلامية المختلفة، سواء في مكة أو في الكوفة أو في بغداد أو في الدولة الفاطمية أو العثمانية ومقرها الأستانة. لم يكن يستفتى المصريين، وعندما أتى محمد علي وتولى الحكم لم يكن أيضا هناك استفتاء، أننا انتقلنا إلى المرحلة الملكية الخديوية ثم الملكية. فبالتالي وعندما قامت انقلاب العسكري في 23 و 52، جاء محمد نجيب ثم جاء جمال عبد الناصر ثم جاء أنور السادات ثم جاء حسني مبارك. هؤلاء أبناء المؤسسة العسكرية الذين أتوا بانقلاب عسكري في 52، وانتخابات 2005 لن أعقب عليها أنها كانت يعني مسرحية يعني أبدع فيها حسني مبارك وأعمدة نظامه. لكن ألا يعزز ولكن هي المرة الأولى في التاريخ المصري. ألا يعزز نجاح هذه الانتخابات موقف العسكر داخليا وخارجيا؟ بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فالرئيس القادم سيكون بلا صلاحيات. لا يوجد لدينا دستور حاليا، لا يوجد في الإعلان الدستوري أي إشارة لسلطات رئيس الجمهورية، فإما هذا الرئيس يكون فقط صورة تجلس على الكرسي بدون اختصاصات، أو يحكم باختصاصات 71، أو يصدر إعلان دستوري تكميلي إلى أن يتم الانتهاء من الدستور الذي يوجد خلافات على اختيار اللجنة التأسيسية التي ستقوم بإعداده. فإحنا أمام مشكلة قانونية يعني فصولها ستوضح للشعب المصري والعالم في خلال الأسابيع القادمة والشهور القادمة. هي ليست عملية سهلة، ولكن أهم شيء النهاردة حصل أن عملية التحول الديمقراطي قد بدأت،
وهذا هو المكسب الحقيقي للشعب المصري الذي قام بثورة 25 يناير 2011. يعني بعد هذه الانتخابات وهذا التحول الديمقراطي الذي تتحدث عنه، هل سنشهد مصر برئيس يعزز دورها الإقليمي أم أن هناك عقبات كبيرة ستكون تجاه هذا الرئيس ولا سيما العلاقة مع تل أبيب؟ مصر دورها الإقليمي لا يحدده رئيس، مصر دورها الإقليمي يحدده مبادئ الجيوبوليتيك، الجغرافيا السياسية، فهذه هي مصر أكبر من أي من يحكمها، هي التي تشكل من يحكمها وليس من يحكمها هو الذي يشكلها. أما بالنسبة للعلاقة مع إسرائيل فأنا لم أسمع أي من المرشحين ينقص اتفاقية كامب ديفيد، فهي محترمة بين جميع الأطراف. الشعب المصري لو استفتينا الشعب المصري، الشعب المصري لا يريد الدخول في حروب لا ناقة له فيها ولا جمل، ولكنه يجب على الدولة المصرية أن تقوم بعمل توافقي ووساطات للوصول إلى السلام الشامل النهائي إذا وصلنا إليه في حياتنا، ولكن للأجيال القادمة أيضا أن تعمل على إرسائه في منطقة الشرق الأوسط. ويوجد الخطر ليس فقط من إسرائيل، ولكن الخطر في المرحلة القادمة يعني هو خطر إيراني أكثر منه خطر إسرائيلي. شكرا جزيلا لك من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي.